مع كل يوم بيمر بنشوف إنجاز جديد من مؤسسة حياة كريمة من خلال مبادراتها المختلفة، واللي أهمها مبادرة أنت الحياة. ومن بداية انطلاقها وهدفها الأول هو تحسين جودة حياة المواطنين، والمشهد اللي أمام حضراتكم ده من محافظة القليوبية وتحديداً بقرية نوى مركز شبين القناطر، بتقدم فيه المبادرة خدمتها المختلفة على مدار 3 أيام لحوالي 40 ألف مستفيد. بنستهدف ما يزيد على 40 ألف مواطن موجودين في القرية والقرى المجاورة علشان يجوا يتلقوا الخدمات اللي موجودة عندنا. النهاردة تلقينا مواطنين لتلقي خدمات ما يزيد على 2000 مواطن باليوم الأول. وزارة الثقافة مشتركة معنا، هي ووزارة الشباب والرياضة، بتقدم فقرات للأطفال توعوية طبعا بتزيد من الوعي بتاعهم. صندوق مكافحة الإدمان برضو مشترك معنا فندم. المحافظة عملت تسهيلات كبيرة جدا النهاردة، سواء في تجهيزات المدرسة، في تجهيزات الشوارع لاستقبال المبادرة بتاعت النهاردة. فعاليات المبادرة كتيرة ومتنوعة كالعادة، وبدأت في يومها الأول بعمل امتحانات محو أمية لأكتر من 150 مستفيد، وكمان ساهمت في فك كرب أكتر من 150 من الأهالي من الغارمين والغارمات، ده غير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان وورش الحكي للأطفال لتوعيتهم بمخاطر الإدمان وتعرفهم بمبادرة حياة كريمة وأهمية التطوع والأعمال الخيرية. سعيدة أن أنا أقابل الأطفال النهاردة ونتكلم عن الإنجازات اللي حصلت في القرية واللي لمسنها الأطفال من خلال مبادرة حياة كريمة. ألو، هنا في مبادرة نازلة من الرئيس، ربنا يخلي لنا ويدي الصحة يا رب وطولة العمر. فجيت عشان في المبادرة وقابلونا أحسن مقابلة هنا. قالوا لي إن هم يعملوا لي اللازم ويسددوا لي الدين اللي هو عليه عشان ربنا يسهل لهم ويعيننا كده على رزق أولادنا. جيت عشان حياة كريمة تقدم لنا خدمات شهادات نحو أمية. الناس متشكرين، دخلونا امتحنونا وساعدونا في الامتحان وبيطلعولنا الشهادة. وطبعا المبادرة مش بتغفل دايما عن الجانب الطبي اللي قدمت من خلاله عيادات متنوعة منها البطنة والعظام والنساء والتوليد، وتم من خلالها الكشف على أكتر من 500 مستفيد وعلاجهم بالمجان عشان يوصل عدد المستفيدين لليوم الأول أكتر من 2000 مستفيد. دكاترة شايفة شغلها وفي علاج مجانا، ونشكر الرئيس. كشفت الحمد لله على أولادي والعلاج الحمد لله موجود كله، وما فيش أي حاجة إن شاء الله مش موجودة والحمد لله. يعني كل حاجة متوفرة هنا، والكفيلة الطبية اللي جاية هنا برضو جاية كفيلة طبية 10/10، وناس كلها شايفة شغلها تمام. مبادرة أنت الحياة اللي بتقدمها مؤسسة حياة كريمة بتقدم خدمتها المتنوعة بالمجان لكل الأهالي الأولى بالرعاية، وهدفها الأول هو الإنسان البسيط عشان تكون المبادرة هي الحياة لكل من أراد الحياة.